منذ طفولتي قررت أن أكون مختلفة، وعندما حاولت أدركت أنهما من مصباح سحري سيحقق ما أريد، وأيقنت أنه لا بد لي أن أتعلم، أن أعمل لأشكل غدي، لمستقبل يصقل شخصيتي. وحينها آمنت أنني كي أحقق الحلم لا بد أن أكون قوية. علي أن أتقدم، أن أشارك، وأن أثابر وأبتكر لأملأ الدنيا بنور إنجازات تضيء سماء الوطن. إماراتية بامتياز، اليوم 11:30 مساء على قناة أبوظبي.